برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، افتتح في العاصمة الأردنية عمان المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية، والذي تشرف عليه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وذلك بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزير الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي. برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بدأت في عمان أعمال المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية لعام 2018، والذي تشرف عليه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية. هذه تدلل على العمق العربي الكبير الذي يربطنا مع دولة الإمارات. هذه علاقات أرسى قواعدها سيد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني الحسين وسمو الشيخ خليفي، ستؤتي ثمارها بإذن الله حينما يكون هناك تعاونا عربيا في جميع المجالات. وهذه مهرجان الذي تبنت إقامته دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي بعد تجاربها الناجحة في إقامة مهرجانات مماثلة في كل من مصر والسودان. هذا المهرجان هو بدعم وتوجيهات سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حفظه الله، ليشجع قطاع النخيل مش بدولة الإمارات العربية المتحدة فقط، لكن بالدول العربية الشقيقة والصديقة. كانت زوايا قاعة المهرجان بأكثر من 50 جناحا للتمور ومنتجاتها التصنيعية وعرض لأنواع التمر المجهول الأردني الذي يشكل ما نسبته 14% من إنتاج هذا النوع في العالم، إذ بلغ عدد النخيل المثمر في الأردن ما يتجاوز نصف مليون شجرة بمعدل نمو سنوي تجاوز 8%، ويتوقع أصحاب الاختصاص ارتفاع أعداد هذه الأشجار لتصل إلى مليون شجرة خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصا بعد الاستفادة من الدعم والتجربة الإماراتية في قطاع نخيل التمر. هذا المهرجان سيساهم في زيادة قيمة التمور الأردنية في السوق العالمي، ومن المؤمل أن يعمق أهمية العلامة التجارية للتمور المجهول في العالم. يتم أعمال هذا المهرجان للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ولتعزيز الأمن الغذائي من خلال تنمية واستغلال الموارد الطبيعية والتشجيع على الزراعات غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع. الدعم الإماراتي وجهود العاملين في هذا القطاع